أنا أقول لكم إخواني الكرام وبهذا أختم، دققوا في أعمالكم، دققوا في مسؤولياتكم في بيوتكم، دققوا في غيرتكم على أعراضكم، دققوا في مكاسبكم في أموالكم، من أين تأتون بها وأين تنفقونها، دققوا في كل عمل أمركم الله به، صلاتك، صيامك، صدقتك، هل أنت تبتغي وجه الله؟ أمر معروف نهي عن المنكر، إصلاح ذات البين، حسن الجوار، أمانة أعطاها لك الله في عملك، أمانة في بيتك، عندك أمانة في الشارع، استأمنك الله على منظرك. انظر إلى ماذا تنظر، ماذا تسمع، لسان هذا مصيبته الكبيرة، القنبلة الخطيرة، هذا اللسان الذي يتحرك من دون عظم، يتحرك كما شاء ويدخلك إلى جهنم من دون ما تشعر. وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ دققوا في أعمالكم، دققوا في نياتكم، في قلوبكم، نحيوا الحقد والحسد، تحسبون عليه. كاين أمور الإنسان يقول لك أنا ما تحسبش على واش كاين في قلبي، ما تحسبوش على الخطرات اللي تفوت عليك هكذا تفكير، ما يحسبكش ربي عليها. أما الحقد والحسد والغل، تكره الناس وتحب الشر للناس وتحسد في الناس، هذو يحاسبك ربي عليهم. حبك للبدعة يحاسبك ربي عليه، بغضك للسنة وأهل السنة يحاسبك ربي عليه، نشرك للشرك وتشجيعك للشرك والخرافات وحب الخرافات يحاسبك ربي عليه، ينزوي في قلبك يحاسبك ربي عليه، وكرهك للتوحيد وكلمة لا إله إلا الله ونبذ القبورية والأضرحة يحاسبك الله عز وجل عليها. يرتقي الإنسان بقلبه ويسقط بقلبه، وألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. ولذلك الإنسان يدقق في عمله. مشروع، أفضل مشروع تقدمه في الحياة لعمرك أنت، أنك تبني هذا الإنسان الذي ستجده في القبر، إما رجلا حسن الثياب حسن الوجه طيب الرائحة وهو عملك الصالح، وإلا رجل قبيح المنظر قبيح الوجه قبيح الثياب سيء الثياب كريه الرائحة وهو العمل الخبيث، الله لا يلاقيك بها. نسأل الله التوفيق لنا.